غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوغ تقدم. ألو ألو، سلام ونعمة. ألو سلام، سعادة الأب الفاضل بطرس. أيوة، الرب يباركك ويبارك تعب محبتك. أهلا وسهلا بيك. ميرسي، ربنا يخليك. أهلا وسهلا بحضرتك. مع حضرتك أبو مريم من أمريكا. أهلا وسهلا بحضرتك. يا أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. سعادة الأب الفاضل بطرس، حضرتك الكنيسة عندكم بتؤمنوا بالأسرار السبعة، صح حضرتك ولا أنا غلطان؟ طيب بالنسبة لسر مسحة المرضى، هل في إمكانية لو تكرمت يعني تديني فكرة بسيطة عنه؟ سر المرضى ده متاخد من رسالة يعقوب، لأنه مثلا حد في نهاية حياته هو بيتاخد ممكن أكثر من مرة. اتفضل. لو حد مريض طبعا، لو في حالة خطر إنقاذ دي مش عارف يعترف مش عارف يتناول، فدي بتساوي الاعتراف والتناول. شفي منه يبقى ياخده مرة تاني ويرجع حياته العادية. طيب حضرتك، انا قرات في الموضوع ممتاز بصراحه، هو بيتكلم بالتفصيل للرد على غير الكاثوليك وغير الارثوذكس اللي هم لا يؤمنوا بالاسرار السبعه. ففي مقال في سانت تكلا بتتكلم بالتفصيل وجايبه صراحه اثباتات قويه جدا في هذا المجال. على سبيل المثال قال لك اساسا السر من يسوع، سلطان من يسوع، واستدل بذلك ببعض النصوص من الكتاب المقدس. مثلا على سبيل المثال انجيل متى 10:8 عندما قال يسوع للتلاميذ اشفوا مرضى. نفس الكلام في انجيل لوقا 10:9 واشفوا المرضى. انا بختصر عشان الوقت، يعني ما بقولش النص بالكامل، لو تحب اقول النص بالكامل. وابو مريم مين حضرتك؟ ابو مريم مين؟ انا حضرتك اسمي ابو مريم وانا عايش في امريكا، حضرتك ما تعرفنيش، لكن يعني من يعني اتصلت بحضرتك، انت معروف في الكنيسه الارمنيه في مصر. و مش ارمني، انا اللاتين. لاتين متاسف. ام سوري فورجيفن. فقلت اهلا بك، وبعدين حتى طريقه ردك من الاول بتدل ان انت حضرتك انسان محترم وعندك سعه صدر. ده من ذوق حضرتك، ربنا يخليك. لا بجد صحيح، اللهم امين. فالمهم حضرتك، فانجيل متى 10:8 قدام هذا السلطان اشفوا المرضى. نفس الكلام انجيل لوقا 10:9 واشفوا المرضى. نفس الكلام برضو في مرقس 6:13، فبيتكلم فبيقول ايه، واخرجوا شياطين كثيره ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشافوه. بياكد على موضوع انهم اخذوا السلطان وطبقوا السلطان وشافوا المرضى. طبعا حضرتك نفس الكلام بياكده الكتاب المقدس، ده كله في المقال اللي هو بياكد ان سر مسحه المرضى ده سلطان ماخوذ من يسوع، انهم يشفوا المرضى، عندهم قدره او سلطان يمشي المرضى. فعند حضرتك في مرقس 3:14، مرقس 3:15، واقام 12 اللي هم التلاميذ ليكونوا معه وليرسلوا من يكرزوا ويكون لهم سلطان على شفاء الامراض واخراج الشياطين. ادهم سلطان اثنين، واحد شفاء الامراض واخراج الشياطين. هنا كمان نص جميل جدا، وده قبل الصعود، اللي هو انجيل مرقس 16:17-18، يقول فيه يسوع نفس اللي بيقول، بيأكد هنا حضرتك بقى ايه، وده رد جميل للغير الكاثوليكي والارثوذكسي، ان يسوع مش اعطاه فقط للتلاميذ الكهنه، ده اعطاه لكل انسان مؤمن. فانا هقرأ النص ونسمع حضرتك. وهذه الايه تتبع المؤمنين، اي انسان مؤمن، يخرجون الشياطين باسمي، واحد يتكلمون بالسنه جديده، اثنين ثلاثه يحملون حيات، اربعه ان شربوا شيء من ميته لا يضرهم، خمسه ويضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون. تمام حضرتك؟ لأي انسان مؤمن عادي. بالظبط كده. النص اللي انت قلت، الكلام اللي انت قلته حضرتك البدايه بتاعته هو صحيح، البدايه بتاعت ايه؟ اللي هي يعقوب. يعقوب اخو الرب. في يعقوب الاصحاح 5:15، فبيقول الرسول يعقوب بيقول: أمريض احد بينكم فليدع شنوخ الكنيسه فيصلوا عليه. اول بعدين ويدنوه بزيت باسم الرب، بعد كده الدهان بالزيت، وصلاة الإيمان تشفي المريض. هذه الصلاة تشفي. والرب يقيمه وإن كان قد فعل قد تغفر له. تمام ممتاز. السؤال لحضرتك هنا لو تكرمت، لو سمحت يعني. هذا سلطان من يسوع.
هذا السلطان مش للكهنة بس، لأي إنسان يقول إن يسوع هو رب. طيب إحنا الآن في انتشار فيروس الكورونا، لماذا لا تستطيعوا مثلا الكهنة اذهبوا إلى المستشفيات ويساهموا في علاج الكورونا بالسلطان المأخوذ من يسوع؟ المسؤولين مانعين حتى، لأنه يقول لك أنت لو روح يقول لك لا ابعد عن كده تتأذي أنت كمان، ما يردوش. حتى ما تجيش نصلي عليه في الكنيسة بعد رحيله مثلا. غريبة جدا يعني. طب أنت حضرتك يعني ما هي غريبة، إحنا كمان لينا، لأن حتى لينا ما هو البابا الفرنسيسي كان عايز يزور المرضى وكده منعوه، ومنعوا الناس تصلي، قال لك لا حتى الإيمان حاجة، وقال لك ده بيعدي بسرعة وكده هناخدها تلاقي بتعدي كل دي كل ده، مش المرض زي الامراض العاديه زي مثلا الكانسر او غيره، لا ده بيعدي من واحد لواحد المرضيات البشريه. هم خايفين من كده. نعم، بس ساعه الاب الفاضل بطرس في نقطه هنا لو تكرمت، انا عايش في امريكا، وفي امريكا اكتر من قس، وممكن لما اجيب لك الاسماء مره ثانيه عارف اسمائهم واسماء الكنيسه واسماء الاستيت كمان، كانوا فاتحين الكنيسه ورافضين موضوع اللوك داون اللي هو موضوع اللي الناس ما يروحوش الكنائس او المعابد او المساجد، وصمم وقال لك وكان بيستخدم هذه النصوص ان هو لن يستطيع احد ان هو احنا بنناول، احنا بنناول هنا، احنا الناس انه بتتناول بيعوز يتناول بنناوله، اللي عاوز صلاه بيولع شمع عادي. لا 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 اقصد، لا اقصد من كده، اللي اقصده حضرتك اللي حصل الاتي، الراجل مات من الكورونا فيروس، ما عندي اثنين عندي اثنين قساوسه وقال لك مستحيل، لان احنا عاملين الرب والرب هيحمينا وهنفتح الكنيسة ومش كده وبس. معظم الناس اللي دخلوا الكنيسة انتشر فيهم الفيروس فقفلوا الكنيسة، ففي مشكلة هنا. ما ده عشان بقول لحضرتك عشان كده ده غير اي مرض تاني، مش اكيد، لانه ممكن يعني حتى ايمانك يشفى شخص او لا، امراض تانية ما بتعديش، بيروح للمستشفيات وياما راح المستشفيات وصلينا ولو ان طيب، لكن المرضى بالاخص هتاذي الكل. طيب حضرتك مع احترامي لسعادتك يا فندم، يعني الموضوع مش موضوع النص ما فيهوش يعدي يا فندم، النص بيتكلم على اي مرض عادي، ان انت عندك سلطان من المسيح راسيا انت تشفي المرض، وانت حضرتك لو كان عندك بالظبط. اذا الموضوع انت لو انت مؤمن بهذه النصوص وان هذا كلام المسيح والمسيح هو الله، يبقى انت ما تخاف، والمسيح والمسيح هيحميك من هذا، ولا انا غلطان حضرتك؟ لان لو قلنا مظبوط، لان لو قلنا المرض هيعدي يبقى كلام يسوع غلط حاشا، والكتاب المقدس مش كلام رب. نعم ربنا قوي ايمان حضرتك، ربنا قوي حضرتك، ونمشي بالحكايه دي. حاضر، يعني كلام صح حضرتك؟ طبعا لا، لان لحضرتك لو قلنا الكلام ده فيه عدوى والقس بيموت، اذا بقى اذا كلام يسوع غير حقيقي، اذا كلام يسوع باطل، اذا الانجيل باطل، اذا المسيح باطل، لا لا يبقى واجب عليكم، يبقى واجب على حضرتكم تسامح. انا متشكر جدا يا سعاده الاب الفاضل بطرس. لا من بالعكس، انت راجل محترم، واذا كان لنا فرصه نكلمك مره تانية، لان بصراحه انت راجل محترم جدا، متشكرين جدا يا فندم. شكرا لزوح حضرتك، ربنا يخليك. اللهم امين، مع الف سلامه. اتفضل. السلام عليكم. سمعت حضرتك الراجل قال ايه؟ قال لي انت صح، الراجل قال لي انت صح، الكلام اللي بتقوله هو الصح، لان لو كلام غلط، لا كلام ما فيهوش ضحك، اللي بيضحك هتكسر، لان لو الكلام غلط اذا يسوع ليس هو الله، اذا الدين باطل، اذا التعليم باطل. التعليم ما بيقول الموضوع عدوى، ما فيش كلام ده، الكلام ما فيهوش حاجه اسمها عدوى. تمام؟ كان معانا لواء مباشره الان الاب بطرس دانيال، الكنيسه اللاتينيه مصر. الو الو، سلام ونعمة. الو الو، سلام ونعمة. ابونا امين. أيوة. ابونا امين مروني. ايوه، اهلا وسهلا بيك، الرب يباركك ويبارك تعب محبتك. مع حضرتك ابو مريم في امريكا. ابو مريم، ابو مريم، بتكلم حضرتك في امريكا، حضرتك ما تعرفنيش، بس يعني كنا عاوزين ناخد بركة من حضرتك، بس كان عندي استفسار بسيط لو سمحت. تحت امرك. لا مالك ظالم يا فندم، من ادبك وسعه صدرك واخلاقك العالي. في موضوع حضرتك، سر مسحه المرضى، سر مسحه المرضى، لو فكره بسيطه عنه، يعني على السر، يعني لو تكرمت. انت ما عندكش كتاب صلوات الخدمات؟ انا عندي حضرتك، كنت عايز بس اتاكد من حضرتك، انا ممكن اقول لحضرتك واتاكد منه، يعني معلومات بسيطه كده، وتاكد الكلام صح ولا لا.
هو في مقال في سانت تاكلا بتتكلم بالتفصيل، ومقال ممتاز جدا، لان هو بيثبت ان السر ده سلطان من المسيح نفسه اعطاه للتلاميذ. اكيد طبعا اكيد. احسنت، اعطاه للتلاميذ واعطاه للمؤمنين كمان، مش التلاميذ بس، اي انسان مؤمن. فجابوا لا هو اعطاه للتلاميذ بس، التلاميذ بس، ما فيش عنده حد موهبه يقدر يرسم بيه دوت. طيب ممتاز. طيب انت بتتكلم على سر مسحه المرضى، لكن هل أيوة. الكلام اللي بتقوله في جزء صح، اللي انت حضرتك بتقول ايه الكلام ده موجود في انجيل متى 10:8 للتلاميذ ايش في المرضى. نفس الكلام في انجيل. انت اسم حضرتك ايه الاول؟ اسم حضرتك ايه الاول؟ اسمي ابو مريم حضرتك، بنتي اسمها مريم. إيه؟ وانا بنتي ايه ابو مريم؟ انا اسمي وسام عبد الله. وسام عبد الله مسيحة ولا مسلم؟ انا حضرتك باحث عن الحق، يسوع يقول وتبحثون عن الحق والحق يحرر. طيب حضرتك هناك بقى في امريكا. ايوه. روح اي كنيسه وقول له عايز ايوه صلوات الخدمه. لا لا لا، هيطلع لك صلوات، هيطلع لك صلوات الخدمه بتاعت اللي هي سر مسحه المرضى. يا حضره الاب الفاضل انت فهمتني غلط. انت حضرتك دلوقتي قلت ان هو السلطان ده للتلاميذ، كلام جميل، ان هو في انجيل متى 10:8 اشفوا المرضى، لوقا 10:9 واشفوا المرضى، وبعدين بعد كمان يسوع قال لهم اخرجوا اخرجوا الشياطين ادهنوا بزيت وشافوهم. الكلام ده موجود في انجيل مرقس 6:13. لكن في نقطه ثانيه حضرتك، نقطه ثانيه، النقطه الثانيه ايه؟ ان المسيح اعدى السلطان للمؤمنين لشفاء المرضى، مش مسحه المرضى، مش السر، مش السر لشفاء المرضى. تم موهبة شفاء المرضى. احسنت احسنت، ممتاز. فالكلام ده موجود في انجيل مرقس 16:17-18، وهذه الايات تتبع المؤمنين. ايه الايات؟ المعجزات، الاعمال، يخرجون الشياطين باسمه، يتكلمون بألسنة جديده، ويحملون حيات وان شربوا شيء مميت لا يضرهم، ويضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون. اذا هناك سلطان كمان. أيوة. مش للسر، لا، هناك سلطان المؤمن اللي هو بيؤمن موهبه. ممتاز، بس ده للمؤمن، ما قالش لشخص معين، للمؤمنين. لا طبعا، انا بقول لك مش لاي حد. لا بس الناس ما قلتش يعني الموضوع اللي انت بتتكلم عليه دوت. ثواني بس، ثواني بس، اتفضل تحت امرك، اتفضل. الموضوع اللي انت بتتكلم عليه دوت ده اداه للرسل والتلاميذ. ده السر. احنا اي واحد ممتاز ممتاز، مش اي واحد يقوم بيه دوت. ممتاز. في منع عشان كده بقول لحضرتك هناك في فصل ما بين سر مسح المرضى وما بين المعجزات اللي بيعملها المؤمن بالمسيح في احضان. ايوه اكيد. ايوه كويس، يبقى احنا كده الاثنين متفقين. السر ده للكهنه. نعم. كلامك صح 100% حسب النص، كما يقول القديس يعقوب 5. نعم. يعقوب 5:14-15، امريد احد بينكم. نعم. فليدعو شيوخ الكنيسه، فليدعو قصوص الكنيسه، شيوخ الكنيسه، فيصلوا عليه ويدهنوه بالزيت، ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاه الايمان تشفي المريض، تشفي المريض والرب يقيمه، وان كان احد قد فعل خطيئه تغفر له. ده كلام مظبوط. لكن في بقى حضرتك شيء تاني، الشيء تاني ان اي انسان مؤمن بلاهوت الرب يسوع بيجري معجزات على ايده، ايات على ايده. هذه الايات من ضمنها ويضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون. تمام حضرتك؟ اتفقنا انا وانت الان؟ ده غير السر. ممتاز. السؤال الوقت لحضرتك، احنا عندنا فيه مشكله كبيره الوقت، تفتح العالم الوقت موضوع الفيروس. لماذا الكنيسه ما تبعت الكهنه والمسيح العادي واذهبوا الى المستشفيات ويبرؤوا الناس؟ لماذا؟ ده انت اخذ السلطان مباشره من المسيح. ده مؤمن والمسيح. هذا الكلام لو في مشكله، لو احنا قلنا لا نستطيع ان نبرئهم يبقى كلام المسيح غير صحيح، وده حاشا، المسيح ليس هو الله، يبقى الكتاب المقدس مش كلام الله. لو طبعا. طيب يبقى لماذا لا تذهبون الى المستشفيات وتشفوا المرضى؟ لا، كل الخدمات، كل الخدام اللي هم قاعدين عندهم موهبه شفاء المرضى بيقوموا بيصلوا بيدهنوهم بالزيت وربنا بيشفيهم. لا هو مش لازم يشفيه وهو واقف دلوقتي، بيشفيه يعني يقوم اتنين. طيب حضرتك مع حضرتك، انا عايش في امريكا واكتر من قس، وكان بيقول الرب هيحمينا وهنصلي. انت مين ادك يا نمره حضرتك؟ انا معايا نمره جميع الطوائف في مصر. اللي حصل حضرتك ماتوا من الكورونا فيروس في امريكا وفي كل ماتوا يعني راعي الكنيسه مات. ادك نمرتي مات.
لا انت غلط، انا بقول لك راعي الكنيسه نفسه اللي بيصلي وبقول لك يسوع ادانا شفاء. مات ميت. مات حضرتك، مات. فحضرتك مع احترام التعشي، معلش اقصد ده خلي بالك ده وباء ممتاز، لكن النص ما بيقولش وباء، ده مريض وانت عندك سلطان تشفي المرضى سواء اذا كنت كاهن او انسان مؤمن. ثواني بس، في فرق بين وباء وفي فرق بين مريض. الكلام في حاجه يعني وباء، عارف كلمه وباء يعني ايه؟ ايوه زي كانسر كده. انا ممكن لا، كانسر مش وباء، كانسر مرض مش وباء. يجي عند الزيت يصلي يشفى. طيب كويس، ممكن يصلي ما يشفيش. طب ممتاز، انا عندي هنا دليلين على مع احترام سعادتك الكلام غير صحيح. لماذا؟ بابا الكنيسه المصريه نفسه البابا توادرس عنده الم في الظهر وبيتعالج بره. الانبا بخومنس وهو من اكبر رجال الكنيسه في مصر بيذهب الى المانيا للعلاج وما حدش شفاه مع احترام لك. وشنوده كان بيتعالج من الم في الظهر كان عنده الحزام الناري وما حدش شفاه. فما الكلام ده؟ ايوه، العلاج اللي في مصر غير العلاج اللي بره. طيب ما هو كان بيتعالج، ما هو كان بيتعالج في امريكا. نعم. ومات. شنوده كان بكل سنه بيروح يتعالج في امريكا. بابا شنوده كان كل سنه بيتعالج. بابا شنوده ما مات. اذا النص في اساتذه كتير وكان والعلمانيين بيسافروا بيتعالجوا بره. لا امكانيات غير. طيب ممتاز، اذا بقى موضوع العلاج بره ده تعرف حضرتك ايه؟ ده مشكله. هتقول لي مشكله ازاي؟ لان انت المفروض كراجل مؤمن لا تطلب العلاج، انت المفروض تطلبه من يسوع. انت تصلي للناس وتشفيهم، ما تروحش. والنص واضح، امريض احد بينكم فليدعو شيوخ الكنيسه فيصلوا عليه ويدينوه بزيت بسم الله وصلاه يعني الايمان تشفى. حضرتك طب ثواني بس اتفضل. يعني مثلا واحد حضرتك عاوز يعمل قلب مفتوح، نعم، وامكانيه في مصر ما تنفعش، ربنا يعني بيرشده الى مكان تاني اللي هو في امريكا، في استراليا، في فرنسا، بيطلع بيعمل العلاج القلب المفتوح وبعد كده بيرجع زي الفل. طيب ممتاز، اذا انت محمد ربنا. طب انا مع حضرتك انا خليك مع ثواني بس، انا فهمت وجهه نظر حضرتك. انا معاك اهو، في وجهه نظر حضرتك، في انت وجهه نظر حضرتك، معلش اللي انا فهمته وصحح لي، ان الصلاه لا تصح في كل وقت، في بعض المرضى لابد يذهبوا الى العلمانيين الدكاتره، والدكاتره العلمانيين قد يكون يهودي ملحد يشفيه. يبقى اذا الايمان بتاعنا باطل بقى. ساعتك لو بصيت للدكتور مجدي يعقوب، نعم، بيعمل عمليات قلب مفتوح ولا بيبص لاحد مسيحي؟ لا انت فهمتني غلط، هذا ليس الشاهد. ولا لا يا سعادتك، نعم؟ هذا ليس الشاهد، انت فهمت غلط. اعيد الكلام تاني، انا راجل، لو انت حضرتك راجل فاضل مسيحي كويس وراجل راعي كنيسه وانت بتؤمن ان الكلام ده كلام الله، هذا كلام الله الذي لم يمسه التحريف، ممتاز، وبتؤمن ان المسيح هو الله وبتؤمن كل كلمه انا المسيح 100% صح، اذا لماذا تذهب الى انسان بسيط عادي علماني وتطلب منه العلاج؟ يبقى انت هنا معنى الكلام لا تؤمن بالانجيل. في ايه عندنا بتقول يا استاذ اتفضل، الرب يرسل لك عونا، يعني ممكن واحد بيجي لعلماني، ايوه، بيجي بيقول لي مثلا كلمه بتديني طمأنينه. طيب. دكتور علماني كلام جميل جدا، انا عند حتى حضرتك. لو انا راجل كاهن او شيخ كويس، طب ما انت عندك حضرتك الشيوخ بتطلع بره تتعالج. ممتاز، انت عارف ليه الشيوخ بتتعالج؟ اقول لك ليه، لان هقول لك ليه، خليك مع بديه واحده، انا مبسوط جدا ان انت ذكرت الموضوع. الشيوخ ليه بتتعالج بره؟ ليه بتطلب العلاج؟ لان رسول الاسلام قال تداووا يا عباد الله، لان رسول الاسلام قال ما خلق الله من داء الا خلق له دواء. انت ما عندكش كده دواء، انت ما عندكم الكلام ده، انت عندكم اشفوا المرضى. اهو هقول لحضرتك النصوص، اتفضل. يسوع عندما ارسل التلاميذ، انجيل متى 16:8، اشفوا مرضى، طهروا بورصا، اقيموا موتى، اخرجوا شياطين مجانا، اخذتم مجانا اعطوا مجانا. لوقا 10:9، واشفوا المرضى الذين فيها وقالوا لهم قد اقترب ملكوت الله. انجيل مرقس 6:13، واخرجوا شياطين كثيره ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوه. النصوص واضحه، هناك سلطان من يسوع لك ان انت تشفي المرضى. انجيل مرقس واضح جدا، مش انت ككاهن، انت اي انسان بيؤمن بلاهوت المسيح. انجيل مرقس 16:17-18،
وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي يتكلمون بألسنة جديدة يحملون حيات وانشربوا شيء مميت لا يدرون وضعون أيديهم على المرضى فيبرون. إذا إيه الفرق بين الإسلام والمسيحية؟ المسيحية بتقول إن هذا سلطان من يسوع أن ينشف المرضى سواء إذا كان مسحة المرضى للكهنة أو الإنسان العادي يبرئ المريض. إنما الإسلام غير كده، الإسلام بيحس الإنسان ويطلب الدواء. فهمت؟ ففي فرق. عشان كانوا بيشفوا المرضى حتى بمناديلهم. ممتاز. حتى مجرد ما بيرشم عليهم الصليب. ممتاز. لماذا؟ بيدهنهم بالزيت. لماذا لا؟ اه الشنودة مات ما حدش شافها. آه. شنودة كان بتعالج بتاع الشيخ. بابا شنودة لو سمحت ما تقولش شنودة. ماشي ما عندي مشكلة. بابا شنودة لو سمحت. طيب ممتاز. ما ممتاز. بابا شنودة بعد إذنك. أنا ما عندي مشكلة بس خليك معايا دي واحدة. أولاً لحضرتك. أنا معاك. انا مشكورك على ادبك وسع صدرك. انت حضرتك لا تحت امرك. لا 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 انت راجل محترم ومؤدب الحق يتقال. بس خلينا بس ربنا يخليك انت متشكرين جدا. اتفضل. انت قلت لي البابا شنودة. اراي حضرتك الان انت بتحرضني على اتباع كلام يسوع، بتحرضني على العكس. ليه؟ هقول لحضرتك ليه. لو ترجع حضرتك ليه هقول لحضرتك. ثواني بس خليك معايا ثواني. آه. لو سمحت. انا معاكم. انا بشكرك على ادبك وسع صدرك. ثواني ارجع. انا ومعك. انجيل متى الاصحاح 23:1 حينئذ خطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلا على كرسي موسى جلس الكتب الفارسيون فكل ما قالوه لكم ان تحفظوه فاحفظوه وافعلوه ولكن حسب اعمالهم لا تعملوا لانهم يقولون ولا يفعلون فانهم يحزمون احزاما ثقيلة عصرة الحمل وضعونها على اكتاف الناس وهم لا يريدون ان يحركوها باصابعهم وكل اعمالهم يعملون كلام في منتهى الروعة يفوزن بالدهر بصراحة وكل اعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس فيعرضون عصائبهم ويعظمون اهداب سيرهم ويحبون المتكئ الاول في الولائم والمجالس الاولى في المجامع. الان الكلام اللي الشاهد اللي انا بقول لك والتحيات في الاسواق وان يدعوهم الناس سيدي سيدي واما انتم فلا تدعوا سيدي لاني معلمكم واحد المسيح وانتم يعني انا حتى ما اقولش المعلم شنودة لان معلمي هو المسيح مش شنودة اللي بيني وبينك المسيح. لا انسان انتظر حضرتك انتظر 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 ولا تدعوا لكم ابا على الارض لان اباكم واحد الذي في السماء هو مش ابويا ولا البابا ولا تدعم لكم ابا على الارض لا اسمع تعليم المسيح ولا انا بقول احنا بص دي كابوه دي يعني دي كابوه بيبقى البابا او الكاهن يقول عليه ابونا يعني هو الراجل الكبير اللي هو بيدير انا بص حضرتك الكنايس اللي بيدير الاباء الكهنه اللي بيدير الشعب اللي بيدير الخدام يعني هو فيه كهنه وفيه شعب وفي شمامته وفي في كل ديت جميل فكل دوت مكمل للبابا شنودة جميل لكن انا مش هروح اقول عليه جميل. شنودة هقول لحضرتك ليه هقول لك الكلام اللي بتقوله كلام طيب الراجل ده راجل ليه سلطان وبتحترمه هذا ما له دخل بالانجيل ما له دخل بالانجيل ولا تدعوا لكم ابا على الارض لان اباكم واحد الذي في السماء ولا تدعوا معلمين شنودة معلم الكون شنودة معلم الاجيال لان معلمك هو المسيح انا معلم المسيح انا ابويا الذي في السماء الشنودة فحضرتك اللي بتقوله طب معلمنا يا بولس وبطرس ما هو ده كلام المسيح بقى بولس وبطرس من ايام السيد المسيح لا حضرتك انا راجل ملتزم بكلام المسيح المسيح بيقول معلمكم واحد طيب ماشي ما دول طبعا من الحواريين بولس وبطرس الفاضل والتلاميذ دول يا تلاميذ السيد المسيح يا سعادة الاب الفاضل انت حضرتك المفروض كلام بولس هو كلام المسيح كلام التلاميذ هو كلام المسيح كويس يبقى انا كلام المسيح ممتاز يبقى انا المفروض المصدر الرئيسي بتاعي هو كلام المسيح ولا اقول على ده معلم ولا اقول على ده بابا يسوع بيقول المعلمنا هو المسيح اقول امين سمعنا واطعنا لكن تقول لي ابونا فلان معلمنا فلان لا يعني ثواني بس افصلي اتفضل يعني انا النهارده دلوقتي لما بودي ابني المدرسه نعم بيبقى فيه مدرس نعم معلم في ناظر نعم في وكيل نعم في سكرتير نعم في تخصصات ممتاز ولا مفيش جانا درجة دي بيسموه حضرتك الحياة العلمانية العلمانية ما لي دخل بالانجيل ولا كلام المسيح ولا المسيح كويس ماشي وانت دي الحياة العلمانية انا يعني برضك عندنا الحياة الكنسية ممتاز ايه هو الكنسية ما هو المصدر عندنا في
ما هو مصدر التشريع؟ يعني السيد مصدر التشريع ايه؟ تفضل. السيد المسيح مش قال لهم امريض احد بينكم؟ لا مش المسيح. خصوص البتاع مش المسيح يعقوب الاسيس موجود. المسيح لم يقول هذا الكلام. المسيح ما قال الكلام ده. كلام يعقوب. امال مين اللي قاله؟ يعقوب. رساله يعقوب. امال لما المسيح ما قالش الكلام ده امال مين اللي قاله؟ انا بقول لحضرتك اهو الكلام في رساله يعقوب الاصحاح 5 العدد 14 15. النقطه الثانيه لو نكمل بقى. انا سعيد بحضرتك وفرصه ثانيه نتكلم ثاني بقى. لا اديني بس دقيقه واحده. انا مش هسالك بس دقيقه واحده نكمل عشان بس في موضوع كده عندنا هنا مشكله كبيره. يعني للامانه دقيقه واحده. بيقول يا امانه صدقني موضوع دقيقه واحده. اسمع بقى كلام. اسمع الكلام والله من ده. واكبركم يكون خادم لكم. انت حضرتك خادم ولذلك ولذلك راعي الكنيسه خادم مش ابونا. أيوة ولا معلم. لا لا انتظر. فمن يرفع نفسه يتضع. من مش لازم تقول لي ابونا. لازم تقول له ابونا. لازم تقول له معلم. ومن يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. تنزل نفسك. انت خادم فقط. انت تتضع. ها لكن ويل لكم ايها الكتبه والفارسيون المراؤون يعني المنافقون لانكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس فلا تدخلون انتم الكهنه ولا تدعون الداخلين يدخلون. شاكر جدا يا فندم. رب يباركك. قفل التليفون. كلام صعب. كلام صعب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسال الله العلي العظيم رب العرش العظيم ان يجعله في ميزان حسناتي وان يرزقني الاخلاص في القول والعمل وان ويصلح نيتي ويكون خالص لاجل الله ان شاء الله. انا عاوزك تسمع الاتصال على بسيط يا ابو ادم عشان نسمع منك التعليق. ضروري جدا. نزله على التكست. كان معانا لواء مباشره الان الاب اميل ماروني سفين الكنيسه اللاتينيه مصر. اميل ماروني سفين والله يا اخي الحبيب. اللينك اهو نزلناه على التكست. نزله تاني على التكست اهو. نزله الشراوي. يا ريت كل اللي يسمعوا مسلمين ومسيحيين. شوف يا اخي الكريم. شوف اسالك بالله كل الاخوه اللي بيسمعوا والمسيحيين اللي بيسمعوا اسالكم بالله. مش عيب اما يكون واحد مسلم يعلم كاهن ويعلمه ايه؟ يعلمه دينه ويثبت له بالنصوص من كتابه اللي بيؤمن بيه ان هو غلط. الكلام اللي بتقوله غلط. انت بتحرضني ان انا عدم اطاعة يسوع. انت بتحرضني ان انا ما اؤمنش بالكتاب. ان ارفض تعليم يسوع. القمص اميل ماروني سفين من كنيسة مريمينا بفم الخليج. الكنيسة الارثوذكسية القبطية. الو. الو. سلام ونعمة. سلام. سعادة الاب الفاضل سمير زكي. ايه؟ الاب الفاضل سمير زكي. سمير زكي. ايوه سمير زكي. نعم يا فندم. ايوه. اهلا وسهلا بيك. الرب يباركك ويبارك تعب محبتك. لعل سعادتك بخير يا فندم. ربنا يخليك. متشكرين يا فندم. امين. متشكرين. سعادة الاب. انا اسمي ابو مريم. اسمي ابو مريم. ايه؟ ابو مريم. بكلم حضرتك. ايه ابو مريم؟ انا حضرتك واحد ما تعرفش. ايه ابو مريم؟ حضرتك واحد ما تعرفش. حضرتك واحد ما تعرفوش. ايه؟ يا فندم انا بحاول اتكلم. انت حضرتك. ما هي ظالم ده من ادب بس انا بحاول اتكلم يعني. طيب حضرتك بس ايه؟ كنت عاوز اخد فكره بسيطه عن مسحه المرضى لو في امكانيه. طبعا انت عرفتني وانا دكتور. ازاي حضرتك ما تعرفش ازاي؟ مسحه المرضى اسرار الكنيسه 7 مسحه المرضى. مين حضرتك؟ انا اسمي ابو مريم وانا حضرتك اسم الاخ وسام عبد الله وبكلم حضرتك من الولايات المتحده واتصلتك للكتاب بيقول مستعدين دائما لمجاوبه كل من يسالكم والكتاب بيقول ابحث عن الحق والحق سوف يحررك. فقلت انت حضرتك راجل راعي الكنيسه فقلت اسالك. لا مش راعي كنيسه. حضرتك مش راعي كنيسه؟ لا مش راعي كنيسه. امال حضرتك ايه يا فندم؟ امال ايه معذره؟ حضرتك معذره ايه؟ ما انت لما اتصلت بك قلت الاب الفاضل كذا. قلت نعم. انا اول ما اتصلت الاب الفاضل سمير زكي قلت نعم. لا مش سامع الاب الفاضل. ماشي مش مشكله. يمكن حصل سوء تفاهم. لا حضرتك مسيحي صح؟ ماشي.
مسيحي حضرتك. نعم مسيحي كاثوليك. لا مش بس يعني نعم انت عاوز تعرف ايه كده؟ تعرف ايه عني؟ لا ما عاوزش اعرف حاجه عنك، انا عاوز بس في المرضى بس. شوف حد عندك في امريكا الاباء كان، خد بال حضرتك لفظ الاباء كان اللي ما حد يقول اللفظ ده الا اذا كان واحد قس راعي كنيسه خالص. يعني حضرتك بتتصل بواحد من مصر عشان ايه المشكله حضرتك؟ فين الاستعداد للكراسه حضرتك؟ فين الاستعداد بالمسلم؟ قلت لك ايه لي انت قلت لي نعم انا سمير زكي. الان حضرتك بتقول لا انا مش اب كان، حتى لو مش اب كان مش مشكله. كده مع اه مش اب كان، فين الاستعداد للكراسه؟ فين الاستعداد للكراسه؟ عشان ده معايا حاجات ثانيه. فين الاستعداد للكراسه؟ يبقى انت ما عندكش جواز، يبقى انت بتهرب الان. ده هروب. فين الاستعداد للكراسه؟ فين حضرتك الاستعداد للكراسه؟ فين الاستعداد لك؟ فين المستعدين؟ طبعا هو طبعا هو. طيب الاب سمير زكي من كنيسه الارمن الاقباط الكاثوليك في مصر. مع تحيات اخوانكم في غرفه الحوار الاسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوج. الحمد لله الحمد لله الله أكبر تكبير كل تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدره جل قدره لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.